بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي المشاهدين وأحيي أختي أم خالد، يا حاجة خالد. حيا الله أم أحمد، كيف حالك؟ الله يعافيك. الله يعافيك. الحمد لله. حيا الله، وش حالك؟ زينة؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. الحمد لله. يا مرحبا. اليوم طبخة جديدة، أعرفكم على طبختنا الجديدة. عيش أبيض وتونة. عندنا البقدونس والكسبرة والشبت والطماط والفلفل والثوم والبصل والزنجبيل، عندنا الكمون الناعم، عندنا فلفل، عندنا الكسبرة الناشفة، عندنا الابزار الناعم، وعندنا الورق الغار، وعندنا الهيل الناعم، عندنا الطماطم المعجون، عندنا الزيت، عندنا العيش، عندنا الدهن العربي، عندنا الفلفل الناشف، عندنا الورق الغار الناشف، عندنا القرفة خشب، وعندنا الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. والحين بنوري على جدرنا. بسم الله. أم خالد، وش حالك اليوم؟ الحمد لله حبيبي. زينة. الحمد لله. يا مرحبا بيش. ورينا على الجدر النار شبيناها. الجو حلو عندنا اليوم خالد. ايه ما شاء الله. وايد وايد حلو. الحمد لله. الحمد لله. الاماكن الزينه. الحمد لله. خالد عندك اليوم الخضار ما شاء الله، جميع الخضار. ايه ما شاء الله. حلوه الخضار كلها عندك. اي جميع الخضار. اليوم طبختنا تونه ام خالد. تونه؟ ايه تونه وعيش ابيض. ما شاء الله. اي والله. يعني خفيفه حلوه. خفيفه. بسويها عشاء حلوه، بسويها غدا حلوه، كل حتى شيء. ريوق يتريقون منها. اي نعم. يحطوا عليها البصل والليمون ويلا ما شاء الله ريوق الشباب يحبوها. حطوا لنا تونه، حطينا لهم تونه وكلوا. اي نعم، ويا البصل والخبز. هذا جاهز ما شاء الله، تعال وكل. تبارك الله. هنا بنحط عليه مقادير مال العيش، طبعا خشبه مال القرفة الخشب، ما بنكسره، بنخليه على العوادة عشان الريحة ماله. هذا العود ما بنحط فيه هال هال، ما بنكثر وايد، شوية من هذا نجمة. بعد هذا النجمة ضروري عندنا نحن، لأنه يعدل الأكل ويعدل هذا. بنحط عليه ورق الغار الناشف، هاي ضروري ورق الغار الناشف. نصب عليه شوية دهن. هذا دهن منثبت عليه السكار زين عشان ما يصب. الحين بنضيف عليه الملح. طبعا الملح بتحطي اول، تحطي العيش بتضيفه، وتحطي هذا بتضيفه عادي الملح، بس ما تكثر عشان تعرف قياسه. الحين انا ما احط، بحطي قفشتين عشان بعرف قياس العيش. بعدين شوفي يا إيه، بعدين بنشوفه. بعدين بنشوفه. الحين بضيف عليه فلفل، على ما يقولوا فلفل هاي النبق. في نوعين النبق، في احمر طويل، في هذا شو اسمه ناشف، هذا ناشف. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد الحين فرمتي البصل. هي حبيبي. فرمي كل شيء، جهزي هذا بعد طماطه واحده اختي، بقدونس شويه، كزبره شويه. ان شاء الله. اعطيني انا بساعدك اختي. ما علي ما علي. بساعدك اعطيني. لا شيء ما شاء الله. بساعدك بالثوم، الزنجبيل. عادي عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الغاز الحين عشان نسوي لحلة التونة. ايش بتسوي حلة اليوم محمد؟ اليوم بسوي تونة ام خالد. ما شاء الله حلوة التونة. بسوي تونة اليوم. زيدي لنا الله يخليك. ان شاء الله. ان شاء الله. يحبوها اليهال. ان شاء الله. تعجبهم وايد. تونة حلوة صافية، لا في عظام لا في شيء، صافية. ايه عاد. اكلي وانت مطمئنة. عاد تسوي ام محمد، ترى ما علي كلام. ايه لا والله انت بعمرك. ليش كلام، الحمد لله رب العالمين. اي والله كلنا طباخين ما شاء الله. لا لا يبلينا يبلينا. ان شاء الله ان شاء الله.
طيب ليش تونه شويه ان شاء الله. وعيش ابيض بعد تبي؟ ايه لازم. انت ما مسويه عيش؟ يمكن ما بسوي له. ايه اعطيني هذا يوم مسويه عيش. انا بجيب ليش تونه بس. بصل تبيها تفضلي. ام خالد؟ اه حبيبي. انت مسويه عيش ابيض؟ انا بجيب ليش تونه بس. ايه ان شاء الله. بعد تبي عيش؟ اي والله بتجيب لي اذا ان شاء الله خير. بعد؟ ايه ما عليه. هاي بنسويها، هاي النباحة حق العيش. بقص ليش غير حبيبي؟ لا لا بس وايد وايد وايد. بقص ليش غير؟ ليش هالخسر؟ ليش هالخسر؟ يا الله يا أم أحمد. ليش هالخسر؟ اللي خلاص حبيبي. اللي هو راس بصل. راس بصل بعد هذا. راس بصل حبيبي. بس حطي هذا. ما تعب. دش. الحين هذا كف العيش. إي حطي 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 كف العيش. الخير كثير الحمد لله. طيخ طيخ. في شيء موجود الله يطول الشباب. في شيء موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنضيف هذا الزيت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنضيف عليه شوية عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. لما يحمر تحمر البصل يحمر البصل بحط التونة. ما بحط أي شيء عشان أحمر التونة أول مع البصل تأخذ ريحة البصل مع التونة. شوية البصل يحمر. تبغي حطي؟ خلي شوية خلي شوية. أيوة خلي يحمر البصل. نحرك البصل لين يحمر. بدأ بالحمارة وحطي على التونة عشان يتحمر مع البصل. حمري وياها يا حبيبي. أعطيني أعطيني الثوم حين البصل يتحمر. حمري كله كله. أنا خلفت منه. ما عليه أنت حطي كله ترى عشان أطلع البصل من أختي. هذا البصل والبقد والثوم والزنجبيل. لين نحمر البصل مع هذا الخلطة الزنجبيل والثوم بحط التونة عليه. نشوف عيشنا طبخ ولا ما طبخ. شوي بادي بعد يطبخ العيش. بنضيف التونة عليه. بنشيل التونة بنضيف عليه. بنحمر الحين البصل تحمر وهذا التونة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التونة. هاي التونة حلوة أم خالد. إيه ما شاء الله. وايد حلوة. شوفي حالاتها صافية. إيه صح. نظيفة. ما شاء الله تبارك الله. شوفي حالاتها. خاصة بالخلطة بتي بهارات. الحين أنا ما بحط بهارات عليها. عشان تمسك البصل مع الثوم مع الزنجبيل. بسكر عليها شوية عشان تاخذ ريحة الشياط. ريحة البصل والثوم الشياطة والزنجبيل. نشوف الماي بعدها اللي يطبخ. شو باقي عندنا شوية الماي نطبخ. خال باقص لي بصل هذا فلفل ان شاء الله. نص نص ما تسوي عليه اثنين صغار. زين هذا البصل ان شاء الله. يلا عشان هذا نخلص خلص غدانا. بيجون الشباب يبون غدا بيطلعوا من الصلاه يبون غدا. يلا بسم الله. غدانا جاهز مره. من اذان الظهر خلاص الغدا جاهز ام خالد. ما بحطي عليه حين شيء وما بحطي عليه بهارات ما بحطي عليه ملح ما لين ما يخلط وراء الطبخه. الحين تونا حطينا طماطه. اول ما حطينا عليه الطماط حمرناه مع البصل والثوم والزنجبيل. الحين حطينا الطماطه. الحين بيطبخ مع الطماط. بنسكر عليه الحين عشان ياخذ ريحه الشياط مع الطماطم. احنا ماينا العيش. خالد اعطيني ماي العيش. اعطيني العيش اختي.
بسم الله هذا عيشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العيش غسلناه طيبنا، كل ما نغسل العيش بوقت يرتاح العيش تطلع حلوة، كل ما غسلناه بوقت تطلع العيش حلوة. والعيش نقع لا يستوي طويل ما شاء الله. ايه تمتحي يوم توك انت حطيت الجدر وغسلت ورشته بالعيش بالجدر طبعا يطلع العيش ما حلو. الطبخة تختلف اختي بعد. صح. ايه طبخة تختلف مرة ما تنعرف يعني هاي العيش ما مغسول. لازم ينغسل العيش. لازم ينغسل يرتاح ياخذ راحته. ينغسل ثلاث غسلات العيش. ينغسل ثلاث غسلات وغسل الرابع يتحط في ماي ويتنقع في الماي. طبعا لازم ينغسل ثلاث غسلات. أنا بعد أول غسلت الصراحة غسلتين. الوالدة قالت كم غسل غسلت؟ غسلت غسلتين. قالت لا شيلي شيلي غسلة الثالثة وغسلة الرابعة حطي. الحين خذيت عنها معلومة. الحين كنا احنا يوم العيال يقول لك لهم كم غسلة غسلت؟ غسلتين أو ثلاث. كم غسلتين؟ قولي يلا عيدوا. لكن مثل ما أروحي عاديت أخلي بعد العيال يعيدوا. زين. إيه عشان لا خلاص خذينا المعلومة. إيه صح. من حد ناس أكبر عنا. يبقى ملح. البن هاي تبي بكباره؟ لا شرختين حط ان شاء الله. اي ما ملحنا وايد طبعا. انا في طبيعه كان في البيت ولا رحله ولا يعني اسير ورا الاهل ولا اسير ورا الخوات ورا الاخوان والعيال الشباب ما املح العيش مره واحده. لان ليش اقدر اتحكم بالعيش بعدين اذا ملحته طبعا ما بيخترب علينا الطبخه. صح ام خالد؟ اي نعم. اي ام خالد واحد يحط الماي ويحط العيش الملح في المقدور. هذا الحين عيشنا حطيناه الحين برد على تونتنا. هاي التونة ما شاء الله تشوفي كيف. الحين ببهرها. الحين بحط عليها بهارات. أول ما بهريتها الحين ببهرها حطيت عليها كل شيء. الحين ببهرها بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بضيف عليها الكركم لان الكركم يشيل لون هذا يعطيها لون حلو يعني. ايه هذا اللون كركم اول. طبعا نفضل كركم لنا لازم احط الكذبة. حطي أنا بالصحن اختي حطي بالصحن. آه نعناع هذا بنحطيها خلاص. الحين بشوف عيشنا خليها بعدين اختي. بحرك هاي شويه خالد طول عليه شويه بس اشوف العيش امي ملحته. طبعا ملحناه شويه بنزيده بس حطيت كزبر. ها ما حطيتي كزبره؟ حطيتها التام. لا ما حطيته كله. حطي بسم الله. هذا حطينا عليه الكزبره الحين بدت بتخلص. بتحطي عليه الكزبره حطينا عليه النعناع حطينا عليه الشبت كل هذا بحاجه لي. الحين بنضيف عليه معجون الطماطم. نضيف عليه معجون الطماط اللي هو بحاجة لي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطماط المعجون. هاي بوايل هي أحمر ما حلو. هاي الطماط. الطماط شوية لازم شوية يتحرك فيه. يتحرك الطماط وياه عشان يختلط مع بعض. يستوي مكان وكان ما يستوي. ام خالد اعطيني الجدر مال الشخال حبيبتي. يا
لحظة شوي. حطي. أنا ما بدنا شيء لشيء لا أختي. أيوة. بنضيف عليه الملح، ما ضفت ما ملحت أي شيء. الحين بملح. ما بقدر أحط عليه وايد. شوية بس. لأنه هذا بعد روح مسوي ملح فيه. الحين بشوف عيشنا نضي أو ما نضي. إيه خلاص بس. بسم الله. قصر عليه، قصرت عليه؟ إيه ما وايد طويت. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عيشنا خلص. لازم نشيط العيش عشان هي التونة. بس ام خالد بس اطفي عنه. ام خالد لحظة شوي، لحظة بزيدها شوية. يلا حمري، حمسي حولي، حمسي اختي. يلا بسم الله. يلا بس سكر عليه وبندي عنه الغاز. بسم الله. ايس كارت. يلا بندي عنه. وين حاسبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عطينا عندك الماي. الماي شو؟ بسم الله الرحمن. هذا الماي لازم شوي نغسل الجدر عشان نسير. لازم احنا ايه نطيب منه العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بيكفي شي البصل؟ بس 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 بيكفي. خليه يحمي شوي العيش، يحمي شوي الجدر يحمي، بعدين بنحط البصل. يلا عطيني ام خالد البصل. شو إذا ما بكفي بزيد شو ممكن. بس وايد وايد ام خالد وايد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البصل بس الا ريحة ام خالد، ريحة بس حق ريحة لريحة العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. حمر شوية، حمره، بنحطي عليه شوية هيل شوية ناعم، هاي هيل ناعم، شوية ما وايد، ونضيف عليه كركل شوية، كركل يحمر شوية. شوية بنضيف عليه عشان ما يحمي. بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف عليه خلطة البرياني. ام خالد جودي لي هاي، وين هاي؟ حق ام محمد جودي لي هاي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا شيطين العيش. الحين بنخف على الغاز شوية عشان ما يعطينا عيش يخترب. أم خالد؟ نعم. عشان العيش ما يخترب عنا. لازم ايه ما حد يخترب عما حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. روشي. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا العيش. بسم الله الرحمن. هذا عيشنا خلص وتوتتنا خلصت. ان شاء الله ثواني ان شاء الله بجد هذا القرار. عطينا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللون احب نزيده هالشكل. بندود طبخ يلا بسم الله. عيشنا خلص وتونتنا خلصت وان شاء الله الحين جاهزه للغراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ام خالد جودي العيش حبيبتي الصينيه حبيبتي جوديها زين امي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا عيشنا خلاص عشان بعيد عني عشان ما يطيح على الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عيشنا. وش رايش ام خالد؟ لا حلو ما شاء الله. ما شاء الله كل حبه على حاله. قصه فيها هذا طوال ما شاء الله. اي تبارك الله. عيشنا الحلوه لازم تستوي طوال. ايه مغسوله ومرتاحه. ايه ايه مغسوله ومرتاحه لازم. بسم الله ودي ام خالد زين مره. لا تحطي اصباعي عاد. لا ما بحط اصبع شفع عليك. لا تخافي يا ام خالد انت اخت عزيزه. الله يخليك. هذا العيش خلص. شوفي لازم اذا سوينا فيه تونه سوينا تونه نحط فيه شويه صبغه البرياني نسوي عشان يطلع العيش حلو. اي لونه حلو. ايه لونه حلو يعطيك اللون الحلو مره. صح. ايه هذا الفلفل والهذا كله دارسين. دارسين في قرفه خشب هاي اختي بعد ترى. ايه والفلفل. يلا بسم الله. أنا حطي هاي هنا. أنا دي. بسم الله. يودي لي هاي اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنغرف تونتنا. بسم الله. هاي التونة. خالد قص لي شوية هذاك. اللي بغيتي. بقدونس شوية. شوية. إيه. قصي شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تونتنا خلصت. حالاتها التونة صافية مرة لا فيها عظم لا فيها شيء. لا نقدر نحط الطماط والخضار الطماط الليمون الفلفل كل شيء. هالخضار للتونة زينة. يلا ام خالد خلصتي حبيبي. هذا العيش الفلفل هنا. تبيه زيادة ولا؟ قصي ليمونة شوية ليمونة الصفرة عشان نبال هذا. حط لي بقى. بسم الله. طبعا هاي الليمونة للتونة. هذا
لازم التونه ليها ليمون، مرور الليمون للتونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم طبختنا، بسم الله. عم خالد وش رايش؟ والله شيء زين. ايه التونه على السريع. روح معروف عارف عاد لعمرها التونه ما شاء الله. ايه على السريع طبختها شويه فرمتها هذا مستعيل سويته. والله تعال كل يلا تغدى. ما شاء الله التونه صافيه ما فيها عظم ما فيها اي شيء صافيه. ياكلها الياهل ياكلها الكبير ياكلها الحرمه الكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم طبختنا خلصت التونه ومع العيش الابيض والهنا والعافيه عليكم.